رشيد رشيد مالك؟ اعمل شمال شمال شيل شمال شيل 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 شوي 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 اثقال هاي؟ انت قد الحركات هاي؟ طبعا انا بلعب تمارين كل يوم. انت هذا حديد؟ طب شو يعني حديد؟ شو 3 جرام 4 جرام 4 جرام نص كيلو الواحد يا حبيبي. لا بطل. طبعا بطل قرد. انت ما بتعرف ليش بلعب؟ هلكو مش عارفك. طب ليش تلعب حديد حضرتك؟ حبيبي انا بلعب لانه شايف عضلاتي. طلع 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 عضلتي. طلع عضلتي. شايف العضلة هاي؟ هاي العضلة اذا وقفت بتصير دهن يا معلم. انا بدي احافظ عضلات حديدية. انت كلك دهن. عضلات حديدية. هاي العضلات الحديدية ابدا ما بتصير دهن. عن جد؟ طبعا. طلع طلع الحركة هاي طلع. اخريتك توقع. اخريتك توقع. طيب خليني احكي لك على موضوع العضلات. طبعا خلينا نحكي احنا الجسم متكون من عضلات ومتكون من دهن ومتكون من سوائل اكيد. هلا وعينين كل عينين وتم ومنخار وشعر شو بدك كمان ودنين كل شيء رجلين. فاكيد. فهلا كيف العضلات تنبنى بالجسم؟ العضلات عباره عن بروتين موجود، وهي بتنبنى العضلات عن طريق الرياضه، عن طريق زي ما حكى ابو التك الاكسرسايز، خصوصا العضلات اللي لها علاقه برفع الاوزان، لانه بسموها هاي امباكت او هاي سترين، اني انا بس اعمل عضلاتي هيك ضد شيء، العضلات هاي بتتضخم. فبالتالي انا عشان ابني عضلاتي لازم اكل بروتين، لازم اتغذى منيح، بنفس الوقت لازم العب رياضه للعضله عشان يزيد البروتين عندي ويزيد المسل ماس بنسميه، اللي كميه العضله الموجوده، زي ما كل العالم بتروح على النوادي الرياضيه وبتلعب رياضه وبتلعب المسل هاي. هلا شو بصير لو انا هذه منطقه البروتين هاي كلياتها صارت عندي، بطلت العب رياضه، بصير ترهل شديد في المنطقه هاي كلياتها، وممكن فعلا الجسم يحول جزء من البروتين هذا لدهنيات، بصير الدهنيات تتراكم حوالين العضله، لانه الدهنيات بالجسم مش موجوده فقط زي احنا بنفكر بالكرش وابو الكرش هون، ولا موجوده، موجوده في كل محل، بتلاقيها موجوده هون، موجوده هون، موجوده هون، موجوده في كل محل الجسم. لا براسك ما في دهن، الدماغ ما فيه كميات كبيره من الدهن باي ذا واي، ولكن موجوده في كل محل. فبالتالي اني انا بس أوقف ألعب رياضة، شو اللي بيصير؟ بيصير ضمور في العضلة، لأنه زي ما حكينا بالأول إحنا بس نلعب رياضة العضلة بتكبر، بس ما نستعمل العيادة شو العضلة، شو بيصير؟ العضلة تضمر وبيصير بدالها إيش؟ الدهنيات. فبالتالي الدهنيات طب عمل لي ستاب، عمل لي ستاب. فاللي بيعملوا سكس باكس هدول كلياتهم بيحولوا الدهن الموجود هون العضلات، بيحرق الدهن وبيصير عضلات. تمام. فبالتالي أبو التيك ممكن يستفيد فعلا إذا رفع 3 جرام، هاي 3 جرام ولا 2 جرام؟ إذا رفع إذا رفع الحديد، ولكن إذا بدك تبلش تبني كتلة لجسمك ضروري جدا تحافظ على الكتلة هاي، تضلك تلعب رياضة أبو التيك. شوف الحركة، شوف طلع. شو الحركة هاي؟ هاي الحركة هاي. شو مالهاش أي معنى الحركة باي ذا واي؟ أنت أصلا كل وجودك غريب في البرنامج هون، كل وجودك غريب. كل وجودك ما له أي معنى باي ذا واي، وأنا بقدر أكمل من غيرك. بحب أحكي لك. تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بالمعلومات هاي. ولا استفادوا شيء. ايه ولا استفادوا شيء؟ الخبر فيها. كمل معاكم فقرات الاطباء السبعه، وهي وحده هون.